أيضا الحوثيون ليسوا بعيدين عن ما يحدث من تدهور، بل أنهم أقدموا على ما هو أفظع من ذلك باستهدافهم حتى للاقتصاد الخاص وحتى الشركات الخاصة والقطاع الخاص من أجل إضعافه بل مضايقته وإفلاسه وإحلال شركات يقومون بإنشائها. في هذا الموضوع كتب همدان العلي تحت عنوان الحوثيون يطبقون تجربة إضعاف القطاع الخاص الإيرانية في اليمن. لا تهدف عملية نهب وحصار القطاع الخاص في اليمن إلى جمع أكبر قدر ممكن من الأموال لصالح جماعة الحوثي وحسب، لكن يمكن التأكيد على وجود سياسة ممنهجة لإضعاف الشركات ورجال الأعمال اليمنيين الذين لا ينتمون إلى هذه الجماعة والدفع بهم إلى الإفلاس أو مغادرة اليمن. برعت الجماعة الحوثية في التضييق على القطاع الخاص وابتزازه ومحاصرته، وهو ما عرض كثيرا من المؤسسات التجارية والصناعية والمصرفية للانهيار والإفلاس. في مقابل ذلك برز التسابق إلى إنشاء شركات ومؤسسات تجارية جديدة لتكون بديلة عن المؤسسات المفلسة أو المغادرة، وتديرها قيادة الجماعة بشكل مباشر أو بواسطة شخصيات تابعة لها. ويمكن القول إن الحوثيين كونوا جيلا جديدا من رجال الأعمال التابعين لهم ممن جمعوا ثروات طائلة من موارد الدولة وممتلكات خصومهم المنهوبة والاحتياطات النقدية في البنك المركزي، فضلا عن عائدات الأسواق السوداء التي أنشأوها. وقد قدرت عدد الشركات الجديدة التي أنشأ الحوثيون في أقل من 4 سنوات ب 1250 شركة ومؤسسة تجارية واستثمارية، منها شركات تعمل في الخدمات النفطية والاستيراد والتصدير والمقاولات العامة والصرافة وتحويل الأموال، ومؤسسات تقدم خدمات التعليم والصحة وغيرها، حيث أسندت إدارة هذه الشركات إلى قيادة حوثية أو شخصيات مقربة منها بهدف التموية. هذا الوضع الطارد والمنهك كانت نتيجته أن عددا كبيرا من رجال الأعمال وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الهروب الكلي أو الجزئي برؤوس أموالهم إلى خارج اليمن، أو الدخول في شراكة مع قيادات حوثية ومنحهم جزء من الأرباح مقابل الحماية وتقديم التسهيلات، أو محاولة التعايش مع ممارسات الحوثيين على أمل عودة الدولة ومؤسساتها. أيضا من الأخبار المضحكة المبكية التي تناقلتها الصحافة اليوم هي مساعدة أممية عاجلة بمليون ونصف المليون دولار للحوثيين. من أجل ماذا؟ من أجل نزع الألغام، وهنا ربما العديد من التساؤلات، كما أن الحوثيين أيضا اشترطوا في أن يتم نزع الألغام من المناطق التي يقررونها هم، وأيضا ألا يتم تفجير تلك الألغام بل يتم جمعها وتسليمها للحوثيين. أستاذ عبد العالم حيدر، بداية كيف تقرأ هذا الموضوع، أو كيف حتى يمكن الحوثي والجهة الوحيدة التي في اليمن تزرع الألغام ومع ذلك الآن مليون ونصف المليون دولار من أجل مساعدتها على نزعها؟ هو المؤسف والمضحك جدا كما ذكرت انه الحوثي سيستخدم المليون ونص هذه لزراعه مزيد من الالغام، والامم المتحده تدرك هذا انه الحوثي هو الذي يقوم بزراعه الالغام، الحوثي هو الذي يلغم الطرق ويلغم كل المدارس وكل الاماكن، وانت تدعمه الان على اساس انه يقوم بنزع الالغام، هو سيزرع الغام جديده. المقلق في بل حتى نزعها وتسليمها للحوثي، ليس حتى تفجيرها. المؤلم جدا ايضا او مقلق جدا انه الحوثي يقوم بزراعه الالغام بدون وجود خارطه. انا لست خبير عسكري لكني اعرف من خلال اطلاعي او مواصلتي مع الاشخاص انه عندما تقوم بزراعه الغام لابد من وجود خريطه لهذه الالغام بحيث انك تستطيع ان تحدد اماكنها وتستطيع ايضا ان تنتزعها اذا ما وجدت اراده او وصول الى اتفاق لنزع الالغام. الحوثي يقوم بزراعه الالغام هذه بدون اي خريطه، بدون اي شيء، يعني بشكل عشوائي. لن تستطيع اي قوه على الوجود ان تقوم بانتزاع ما يقوم به الحوثي من زراعه الالغام بالطرق وبشكل عشوائي في اماكن كثيره بدون خبره، بدون درايه، بدون خارطه. مثل ما ذكرت الامم المتحده كل يوم تكشف عن مدى للاسف شديد لاستخدام هذا اللفظ، يعني سخفها، يعني لانه يعني هشاشتها اي شيء يمكن ان نسميه، يعني انه هي منحازه بشكل واضح وتظهر في بعض التصرفات مثل هذه التصرفات بشكل انحيازي يعني مقلق. البعض قال بان هذا الدعم سيذهب الى زراعه مزيد من الالغام، وهي تعرف انه هذا الدعم سيذهب الى التخلص من تلك الالغام. ما دمت تحدثت عن الخبير في هذا الشان فيسرني ان يكون ايضا معي العميد الركن
أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام. أهلا بك عميد أمين. بكم حياك وحيا ضيوفك الكرام. إذا من الأخبار اليوم 1.5 مليون دولار كدعم عاجل من الأمم المتحدة للحوثيين من أجل نزع الألغام، كيف قرأتم هذا الخبر أنتم في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام؟ الكريم طبعا نحن لنا فترة منذ ما يقارب الشهر تقريبا في عمليات شد وجذب مع المشروع الإنمائي للأمم المتحدة UNDP الذي أبلغنا قبل أكثر من شهر بأن الدعم سوف ينخفض للفرق نزع الألغام إلى 50%، وكنا ولازلنا على نقاشات مستمرة معهم ولقاءات، وآخرها كان مكتب التنسيق التابع للبرنامج الوطني في تواصلاته يوم أمس تفاجأنا بهذا الخبر الذي كان نصه بأن UNDP أو الأمم المتحدة تقدم 1.5 مليون دولار لنزع الألغام في مناطق سيطرة الحوثي الذي تسبب الحوثي بزراعة الألغام. أستاذي الكريم، هناك شيء يدور في خلف الكواليس، وهناك شيء يدور أعتقد فيه صعوبة في فهمه أو في تفسيره بالضبط. ما سمعناه وما قرأناه شيء لا يصدق، المأساة والكارثة كبيرة جدا جراء الألغام التي زرعت الميليشيات الحوثية في مناطق كثيرة من اليمن، بل جميع المناطق التي وصل إليها الانقلاب هم المشؤوم. عميد ركن، أنت تحدث أن هناك ربما محاولة من الأمم المتحدة تخفيض المساعدات لكم ب 50%، 50%، وكأنها الآن تريد أن تقسم المخصصات ما بين الحوثيين وبينكم في البرنامج الوطني للتعامل على الغام. لا لا أستاذي الكريم، ليس بهذا. وضح الصورة أيضا. أوضح لك الصورة أيضا، الأمم المتحدة تدعم البرنامج الإنمائي كعلاوات للنازعين وبترول للسيارات أو وقود ومحروقات للسيارات. الآن ما جاءنا من بلاغ بأن ما سوف يقدم لنا في المركز الوطني والمعترف به دوليا والموجود في عدن وفي وفروعه في تعز وحضرموت، وحاليا سوف يتم فتح في مأرب، بأن الدعم سوف ينخفض إلى 50% من المقدم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام. هذا يا أستاذي الكريم، دائما وقد قدمنا عدة احتياجات، وآخرها كان في جنيف في المؤتمر بأننا كيف يتم دعم ميليشيات تسببت في زراعة الألغام بقسمة الدعم المقدم لليمن فيما يخص نزع الألغام. كانت هناك إجابات منهم غير مقنعة، وقد تم الرفع أيضا بعدة تقارير للحكومة ولمجلس الوزراء في هذا الشأن. ما حصل اليوم هو أن سوف يتم تخفيض الدعم المقدم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام في عدن، ونتفاجأ يوم أمس بأن هناك سوف يتم إضافة دعم مقدم، وأعتقد أنه سوف يقدم عيني إلى المركز المستولى عليه من قبل الميليشيات الحوثية في صنعاء. إذن أفهم منك عميد أمين أن ما يقدم لكم أنتم في البرنامج هي فقط عينية، وقود وشحنات وما إلى ذلك، لا أقل ولا أكثر، بينما ما يقدم للحوثي الآن مبالغ مالية ونقدية أيضا ستصلهم. على ما سمعنا في الخبر هذا هو أنها سوف تقدم لهم مبالغ مالية، وللأسف نحن في المناطق التي سيطرت الحكومة المعترف بها دوليا والتي تعاني كثيرا جدا من الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، هناك كارثة كبيرة جدا وكارثة إنسانية اعترف بها العالم كله بأن اليمن يعيش أسوأ كارثة إنسانية جراء الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، والتي كتبت عنها منظمات دولية ومنظمات عالمية بأن الحوثيين هم أنفسهم معترفين بزراعتهم للألغام في اليمن بشكل عشوائي. عميد أمين، هل يمكن للحكومة إيقاف هذا المبلغ، عدم توريده، ربما الاعتراض على ذلك، منع هذا الدعم الذي يقول ناشطون كثر بأنه سيذهب تسخيرا لزرع مزيد من الألغام ليس لنزع تلك الألغام؟
طبعا الحكومة لديها أوراقها ولها لقاءاتها ولها أيضا علاقاتها وتفاهماتها مع الأمم المتحدة، وهم أعرف في هذا الجانب منا نحن في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام، ولكن الحكومة نعم سوف يكون لها دور وسوف يكون دورها مؤثر في هذا الجانب. المسألة هي مسألة كيفية الإسراع في عمليات النزع والتطهير وليس تشجيع للأطراف المتسببة في زراعة الألغام. أستاذي الكريم، إذا لم تتحرك القوى بما فيها الحكومة ونحن أيضا بدورنا اليوم أجرينا عبر مكتب التنسيق تواصل مع مكتب اليو ان دي بي في عدن وطلبنا الاستفسار عن هذا الموضوع الذي طرح أو نزل في وسائل الإعلام يوم أمس واليوم أيضا، ومنتظرين الرد ماذا سوف يكون ردهم في هذا الجانب. ونحن وإياهم على نقاشات مستمرة على مدى الأيام الماضية كيفية ما يتم معالجة أو كيفية ما يتم إيقاف تقريبا 50% من فرق البرنامج الوطني أو تقليص كثير من النفقات التي تعطى للفرق من أجل أن تستمر العملية في عملية النزع والتطهير من أجل تخفيف الإصابات والضحايا بين المدنيين. عميد أمين، هل تلقيتم من الأمم المتحدة الأسباب التي ستدفعها إلى تخفيض دعمكم بما يصل إلى 50%؟ نعم، عند استفسارنا لهم فهم يقولون أن الدول والمنظمات المانحة خفضت في الدعم بسبب جائحة كورونا والحالة الاقتصادية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا والمسألة الاقتصادية في هذا الجانب، لكن نحن حقيقة غير مقتنعين بهذا الرد، ونأمل من الحكومة ومن وزارة ممثلة في وزارة الخارجية وفي وزارة التعاون الدولي ومجلس الوزراء أن يكون دورهم يعني في هذا الجانب من أجل ألا يتوقف العمل الإنساني في مجال نزع الألغام. عميد أمين، سريعا ما هي احتياجاتكم في البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام؟ طبعا هناك احتياجات كثيرة جدا، نحن الآن في أمس الحاجة إلى استمرارية الدعم إلى زيادة الدعم. نحن لدينا نقص في سيارات الإسعاف، لدينا نقص في عمليات الاحتياجات اللازمة للنازعين في الميدان، نحن أيضا نعاني من شحة في الإمكانيات الصحية من أجل معالجة المصابين من البرنامج من الجرحى وأيضا من ضحايا الألغام الذين هم بالآلاف في اليمن. نحن نتمنى أن يكون هناك إعادة نظر في هذا الجانب من أجل الرفع بالمستوى عمليات النزع والتطهير. أستاذي الكريم، هناك احتياجات كبيرة جدا وماسة للبرنامج الوطني من أجل البقاء والاستمرار، بل ونحن بأمس الحاج إلى رفع القدرات وزيادة الفرق الهندسية، فالكارثة كبيرة جدا. العميد الركن أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام كنت ضيفي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ عبد العالم حيدر، ربما اتضحت لديك كثير من الصورة الآن، سمعت إلى مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام والأمم المتحدة تقول أن لديها عجز ومع ذلك تقدم هذه الملايين لميليشيات الحوثي. هذه هي الإزدواجية في أبشع صورها، أنه يعني الجهات التي تقوم أو تعمل على نزع الألغام تخفض ميزانيتها بنسبة 50% وتتحدث مثل ما تحدث الضيف عن العجز الموجود لديهم في الكثير من المناحي. يعني إذا أنت من يقوم بنزع هذه الألغام تقوم بتخفيض ميزانيته، ومن يقوم بزراعة هذه الألغام أنت تدعمه ليقوم بمزيد من الزراعة. لا زالت الأمم المتحدة تثبت كل يوم بأنها هناك لديها ازدواجية في المعايير، ازدواجية في التعامل، تبدي انحياز واضح للميليشيات الحوثية، لا ندري سره حتى اللحظة، لكن كما قال بإمكان الحكومة الشرعية أيضا أن تفعل قنواتها الدبلوماسية وقنواتها السياسية وأن تعترض على مثل هذه القرارات وأن تكشف الصورة الواضحة التي تقوم بها الأمم المتحدة أمام المانحين. ربما هل تعتقد أن الحكومة بالفعل ستقدم على هذه الخطوات وأنها قادرة؟ لأنه كثير من الأمور قبل ذلك استطاعت الأمم المتحدة مع الحوثيين تمريرها. الحكومة للأسف الشديد لا تقوم بممارسة أي ضغوط، لا تعير اهتمام مثل هذه الأشياء. هناك اتكالية كبيرة جدا بين داخل الحكومة نفسها، الكل يلقي باللوم على الطرف الآخر والكل يريد أن يعمل الطرف الآخر. الحكومة منشغلة بهذه المحاكاة المتواجدة بينها ولا تلقي بالا
مواجهة العدو الكبير اللي هو الميليشيات الحوثية. مثل هذا القرار الذي اتخذته الأمم المتحدة كان حليب الحكومة اليوم أن تكون قد أصدرت أكثر من بيان وعبرت عن قلقها أقل تقدير وإدانتها لما يجري، وأيضا التواصل مع الدول المانحة، لأنه الأمم المتحدة هي تأخذ هذه المبالغ من دول مانحة. يجب أن توصل رسالة للدول المانحة بأن الأمم المتحدة تستخدم هذا الأموال بطريقة غير صحيحة، وأن تدعم زراعة الألغام وليس نقوم بشراء الألغام. أيضا من أبرز ما لاحظته في طرح العميد أمين العقيلي مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام هو حديثه أن كل المساعدات من الأمم المتحدة للبرنامج هي عينية، وقود، أشياء، أغراض خاصة بالتعامل مع الألغام، أدوات إلى ما ذلك، لكن الحوثيون في المقابل سيحصلون على مبلغ كاش نقدي 1.5 مليون دولار بمبلغ نقدي سيذهب إلى خزينتهم. الفساد ينخر مؤسسات الأمم المتحدة، وهناك تواطؤ كبير جدا مع بعض المسؤولين بداخل الأمم المتحدة نفسها. هذه المبالغ التي تصرف أعتقد أنه تروح الكثير من هناك عمولات وكميشن لأفراد في الأمم المتحدة. الحوثي ليس حكومة قائمة بحيث أنه يعني يرفض أو يعترض على ما يمكن أن تقدم له الأمم المتحدة في مبلغ مضاعف. الكل تحدث عن الأمم المتحدة تكبير الكثير من الجبهات للأسف الشديد، لكنتم طالعتم بعض التقارير تحدث عن فساد بداخل الأمم المتحدة نفسها. يعني بمعنى أصح أنه عندما تعطي له 1.5 مليون لن يعترض الحوثي إذا وقع على أوراق أو قال بأنه استلم أكثر من هذا المبلغ بكثير. الحكومة الشرعية لا أعتقدنا ممكن أن تقبل بمثل ما هو حاصل. أيضا كما قلت الأمم المتحدة لديها الزواجية، لديها عين ترى فيها عكس العين الأخرى. هي إلى الآن تؤكد وتثبت ما لا يدع مجال للشك بأنه تقوم بدعم الميليشيات الحوثية على حساب الجانب الشرعي. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العالم حيدر، الصحفي والكاتب السياسي، كنت ضيفي من القاهرة، شكرا جزيلا لك. دائما وابدا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام أينما تكونوا، على حسن الإصغاء والمتابعة. غدا حلقة جديدة، إلى اللقاء.